قم بعملية الضرب ووضح الإجابة بصورة عدد نسبي مبسط وحدد المجال. لنبدأ بالمجال. الأعداد الوحيدة التي تجعل من هذه العبارة غير معرفة هي التي تجعل من المقام يساوي صفر، وتظهر هذه الحالة عندما أي من A و B و X و Y يساوي صفر. إذا كان أي واحد من هذه الأعداد يساوي صفر، بالتالي يتكون لدينا عبارة غير معرفة، فيمكن أن نقول أن المجال عبارة عن القيم الحقيقية لـ A و B و X. إذا القيم الحقيقية لـ A و B و X و Y ما عدا الصفر، إذا ما عدا الصفر. لنكون أكثر تحديدا، A و B و X و Y لا يمكن أن تساوي صفر، أو يمكن أن نكتب هذا كل من الأعداد التالية A و B و X و Y لا تساوي صفر. وهناك عدة طرق لتحديد الشيء نفسه. بهذا يمكن أن نبدأ بضرب وتبسيط هذه العبارة النسبية. إذا عندما تريد أن تضرب تقوم بعملية الضرب للبسط والمقام. إذا لدينا 3x تربيع y ضرب 14a تربيع b في البسط، ومن ثم في المقام لدينا 2AB ضرب 18XY تربيع. دعونا نرى أين يمكننا أن نقوم بالتبسيط. يمكننا أن نقسم 14 على 2 و 2 على 2 ونحصل على 14 على 2 يساوي 7، 2 على 2 يساوي 1. يمكننا أن نقسم 3 على 3 يساوي 1، ونقسم 18 على 3 حتى نحصل على 6. في كل مرة نقوم بقسمة البسط والمقام على 2 ومن ثم نقسمهما على 3. إذن هذا لا يغير من العبارة. ثم يمكننا أن نقسم A تربيع على A، A تربيع على A حتى يتبقى A لدينا في البسط. A على A يساوي 1، لدينا b على b وهذه القيم تحذف بعضها، ولدينا x تربيع على x، x تربيع على x يساوي x، x على x يساوي 1، فيمكن أن نكتبها x على 1 أو فقط x. وأخيرا لدينا y على y تربيع، وإذا قسمت البسط على y نحصل على 1، وإذا قسمت المقام على y ستحصل على y. فما الذي سيتبقى لدينا؟ يصبح لدينا في البسط هنا الواحد يمكن تجاهله لأنه لا يغير من قيمة العدد، فيتبقى لدينا 7ax. هذا كل ما لدينا في البسط، ولدينا في المقام 6y. وعلينا إضافة القيود حيث A و B و X و Y، A و B و X و Y لا تساوي صفر. عندما تمعن النظر في هذه العبارة هنا ستقول ما الخطأ في X؟ لا يوجد لدينا أي B هنا. إنها عبارة غريبة نوعا ما، لكن يمكن أن تسأل لماذا لا يمكن X أو A أن تساوي صفر هنا. إنها لا تجعل من العبارة غير معرفة، ولكن من أجل أن تكون هذه كلها نفس العبارات، بالتالي عليها أن تحتوي على نفس المجال. أو إذا كانت هذه عبارة عن دالات مساوية لها، من أجل أن تتساوى هذه الأف الأكس مع هذه الأف الأكس الأخرى، علينا أن نقوم بتقييد المجال بنفس الطريقة. هذه في الأساس عبارة مختلفة. إذا أدخلت X و A عليها في هذه لا يمكن أن أدخل X و A. حتى يكونا متساويتان علينا أن نضع نفس القيود عليها.